الأسبوع 26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، 3 نقاط مهمين جدا في مباراة صعبة. فريق بتروجيت من الفرق المحترمة، 4 لقاءات بتنتظر النادي الأهلي في شهر مارس، مباراتين في الدوري العام ولقاءين في دوري أبطال أفريقيا. أولى المواجهات مباراة بتروجيت، وبالتالي 3 نقاط هتكون دافع قوي جدا للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا علشان يعود من المهمة الأفريقية وضمان صعوده كأول مجموعة، وحاجة مش جديدة على النادي الأهلي علشان المواجهة المرتقبة والحاسمة مع نادي الزمالك في أولى لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز. 9 فوز في بطولة الدوري بينتظر النادي الأهلي تحت قيادة مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الأورجواياني. طبعا النادي الأهلي مكاسب كبيرة جدا من الفترة الأخيرة، آخر مباراة ومباراة الجونة، ودايما زي ما احنا متعودين شخصية البطل، ودي الهدف الأساسي إن النادي الأهلي يحافظ عليها. يعني إيه شخصية البطل؟ يعني تكسب تحت أي ظرف من الظروف. لو أنت كويس طبيعي جدا النتيجة بتكون إيجابية، ممكن يحصل لك بعض الدروبات أو يحصل لك بعض المعوقات خلال المباراة، وبالتالي بتعود بشخصية البطل بالتعادل أو بالمكسب. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم من أهم العوامل اللي لازم النادي الأهلي يحافظ عليها خلال الفترة اللي جاية واللي هتبدأ من مباراة بتروجيت هي شخصية البطل. شهر مارس بالنسبة للنادي الأهلي في ضغط المباريات هيكون شهر خفيف، كل أسبوع هتكون في مباراة واحدة فقط زي ما قلت لحضراتكم، واحدة في بطولة الدوري، بعد كده هيسافر لفيتا كلوب، بعديها هيرجع إن شاء الله لفريق شبيبة الثورة الجزائري، وختاما في شهر مارس مباراة نادي الزمالك اللي إن شاء الله يعني بنأمل وبنطمح في المدير الفني واللعيبة إن هم يحققوا 12 نقطة من 4 لقاءات سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في بطولة الدوري العام المصري. طب إن شاء الله كل